أسطورة نادي الاتحاد السعودي محمد نور الموقوف عن اللعب يعود للملاعب بعد رفع الإيقاف عنه بسبب إدانته بتعاطي المنشطات. نور اعتبر في تغريدات متتابعة على حسابه في تويتر اعتبر رفع الإيقاف براءة وشكر جماهير الاتحاد والنصر والوحدة ولكافة جماهير الأندية على مساندتهم له فضلا عن زملائه وكل من سانده. لجنة الاستئناف السعودية في قضايا المنشطات قالت إن اللاعب يحق له العودة إلى الملاعب من تاريخ اليوم الأحد عقب قبول قرار الاستئناف المقدم من محمد نور مكتفية بمدة الإيقاف السابقة البالغة قرابة 5 أشهر أو 6 أشهر. على العموم في الهاشتاج الذي كان عنوانه براءة محمد نور هنأ كثيرون اللاعب فيما نصحه البعض بالاعتزال وآخرون طالبوه بمقاضاة من أساء إليه. نتابع بعض التغريدات. البداية في هذه التغريدة كانت مع الفنان فايز المالكي اللي كتب ظهر الحق وزهق الباطل وبارك لمحمد نور بالعودة. ننتقل إلى تغريدة أخرى. هذه التغريدة الأخرى خلينا بس ننتظر تظهر على الشاشة بتقول بعد إثبات براءة محمد نور أتمنى أنه يرفع دعوة قضائية على كل من أساء إليه مشددا أنه لازم على محمد نور أن لا يتنازل. تغريدة أخرى ننتقل إليها. هذه التغريدة بتقول أنه عبد العزيز اعتبر أنه براءة محمد نور واقتناع لجنة الاستئناف بدفعاته لطمة لكل من تشفى بإيقافه. خلينا ننتقل إلى تغريدة أخرى بيقول له يا رجال اعتزل وخلاص. خلينا ننتقل إلى واحدة تانية تغريدة أخرى بتقول أنه هذه الأمر أو التغريدة الأخرى أعتقد حتظهر الآن عندنا على الشاشة الآن هي برضو هذه يا رجال اعتزل وخلاص. على العموم بعض التغريدات بيقول أنه ماني شايف هذه تغريدة ظهرت ماني شايف أي براءة بالموضوع كل ما في الأمر مجاملة وعفو من اللجنة. هنا محمد الفراج بيقول توقع بعد هالبيان يعلن محمد نور اعتزاله حفظا لتاريخه اللي شوهه بالمنشطات. هذه بحسب كاتب هذه التغريدة.